بعد ما جفات لنا السقيطه ديالنا وغادي ندوزو يعني العمليه ديال الاحتفاظ باللحم. اذا باش نحتفظوا به خصنا نقطعوا هذا اللحم. هذا كاين جوج ديال المسائل اللي خصنا نتابعوا لهم. هو كاين اللحم اللي كنتناولوه في داك الايام الاولى ديال العيد يعني اليومين ثلاث ايام الاولى. بالنسبه لهذا اللحم يمكننا نحتفظوا به في المبرد العادي يعني الثلاجه اللي ما كتكونش كتفوت درجه الحراره ديالها 4 درجات مئويه. هذا اللحم هذا اللي غادي نستهلكوه في الايام الاولى تنديروا اما في انيه يعني في كل 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 محتوى ديال اللحم تنديروه في واحد الانيه ولا تنلفوه بواحد الطريقه جيده ومن بعد تنستهلكوا في الثلاث ايام الاولى. لان الا فتنا ثلاث ايام هذاك اللحم ما تيولي تيوقع فيه بعض المشاكل. اذا ما نحتفظوا باللحم اللي غادي نستهلكوا غير ذاك اللحم اللي غادي تستهلك في الايام الثلاثه الاولى من العيد. بالنسبه للحم اللي غادي نحاولوا نحتفظوا به الايام اللي من بعد لان ما يمكنناش نستهلكوا الاضحيه كامله يعني لمده ثلاثه ايام تنديروه في المجمد او الكونجيلاتور. هذا المجمد هذا تيكون عنده واحد الدرجه حتى هو ديال 24 درجة مئوية ناقص 24 درجة مئوية وخصو يكون في هذا في الاحتفاظ بهذا بواحد الطريقة جيدة للمحافظة على الصحة ديال داك على الجودة ديال داك اللحم. أولا خص التلفيف يكون بواحد الطريقة جيدة وصحية باش ما يكونش الهواء يعني في داك الأكياس اللي غادي نلفوا بها اللحم ما يكونش فيها الهواء باش داك اللحم تي 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 يحتفظ به بطريقة جيدة. وثاني حاجة هو خص يكون التهوية بين الأكياس اللي احتفظنا بهم اللحم، يعني لا يجب تكديس ذاك الأكياس واحد فوق واحد واحد فوق واحد لأن إذا ما كانش الهواء في قلب ذاك المجمد يمكن يوقع لنا مشاكل في هذه الأكياس ديال اللحم اللي كنحتفظوا بهم. وتنظن هذا نصائح بسيطة اللي يمكن يتبعها أي مواطن أو مواطنة أي أسرة مغربية للاحتفاظ واللي الاحتفاظ باللحم واللي يكون بجوده عاليه وفي الاخير تنعاود نتمنى عيد مبارك سعيد لكل الاسر المغربيه ولكل المغربيات والمغربيين والمغاربه في الداخل والخارج. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.